أهلا بكم مجددا. السودان جمعتان وهذه الثالثة، الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام مستمرة، اعتقالات واسعة بين قادة المحتجين والناشطين السياسيين، الطلاب والنساء في مقدمة المحتجين وأيضا في مقدمة ضحايا قوات الأمن كما تقول مصادر المعارضة. هذه الجمعة الثالثة أسميت جمعة الكنداكة، والكنداكة تسمية كانت تطلق على الملكات السودانيات في الممالك النوبية القديمة واللاتي اشتهرن بالقوة والصلابة. معي هنا في الاستوديو الدكتورة شذا بلة، وهي إحدى الناشطات السياسيات السودانيات، وعبر الهاتف معي عزاز شامي، وهي ناشطة سودانية من حركة جرفنا. مرحبا بضيفتي الكريمتين، يعني كنداكة شذا، أهلا بك. يا مرحبا. ما الذي حدث اليوم الجمعة؟ هذا يوم خصصه المتظاهرون السودانيون للمرأة السودانية. بالضبط كده. ليلة الجمعة المظاهرات في السودان بتدخل الأسبوع الرابع، وخصص للنساء تحديدا، اعترافا من المجتمع السوداني بدور النساء في حركة التغيير وفي سعيهن الدؤوب للحصول على الديمقراطية. النساء عندهم دور عظيم جدا تاريخيا من واحد الكنداكات في الممالك القديمه في السودان لحد الليله. وبالمناسبه هي تسميه جميله وغريبه، يعني اضطررت انا شخصيا اني ابحث عن هذه التسميه البارحه الكنداكه. يا ايوه بالضبط، ربما قريبه من الكونتيسه. ايوه بالضبط كده، هي هم الملكات في الممالك النوبيه القديمه، الكنداكه اماني ريناس وغيرهن، واشتهرن بالصلابه وكانت لهن الجيوش وكانت لهن الكلمة المسموعة. التاريخ بتاع الإنقاذ تاريخ استهدف النساء بصورة خاصة. في حسب إحصائيات الحكومة نفسها 43 ألف امرأة جلدا باسم قانون النظام العام. تقولين 43 ألف؟ بتكلم عن 43 ألف امرأة جلدا باسم قانون النظام العام، والكثير جدا في تصرفات مهمة جدا للمرأة السودانية اعتقلنا ونكل بهن. طيب ايضا هذه الاحتجاجات دكتورة شذا، يعني هذه الاحتجاجات ايضا بدات من الطالبات في جامعة الخرطوم، وهذا ايضا يؤشر الى الدور الذي يعني لعبته في السابق وتلعبه الان المرأة السودانية. اريد ان اخذ ايضا ضيفتي الكنداكة عزاز شامي، وهي ناشطة من حركة جرفنا في السودان. مرحبا عزاز. ما هي؟ أهلا وسهلا بك. هذه الاحتجاجات التي كما تعرفين بدأت بسبب ارتفاع الأسعار، يعني سياسات التقشف التي يعني التي طبقتها الحكومة السودانية، اليوم تمتد للمطالبة بإسقاط النظام. هل بالفعل ستنجح هذه الاحتجاجات بإسقاط النظام في السودان؟ الإجابة على السؤال، أول شيء أحب أوضح أنه ما يحدث الآن مش بس نتيجة للضوابط الاقتصادية أو ما ادعت الحكومة تطبيقه، هذا مجرد رأس الجليد. الاحتجاجات وما يحدث في السودان الآن أسبابه تعود لما قبل ذلك. لأول شيء الحكومة خطفت الحكم بليل، جاءت على دبابة. لو قرأنا خطاب اللي قرأه عمر البشير قبل 24 سنة لما حصل الانقلاب، يقصد نفس الحالة اللي احنا الآن فيها. هذا بالإضافة لأسباب أخرى، الحروب والانفصال، في كمية من التراكمات والإحن أدت لما يحدث الآن. طيب هل هذه التراكمات، وهي تراكمات ليست حصرا بالسودان، يعني هنالك دول عربية وشعوب عربية تعيش ربما ظروف مشابهة لما يعيشه السودانيون، ولكن هل ستفضي بالفعل يعني إلى إسقاط النظام كما تقولون؟ ستفضي إلى تغيير. طبيعة هذا التغيير ومآل هذا التغيير وطريق ولأي درجة حيكون عميق بيد الحكومة نفسها. ولكن ما نرى الآن من ردة فعل الحكومة ممثلة في البشير أو الأمن، يبدو أنه هم حيخلوا المشوار ده يطول شوية أكثر من ما ينبغي. طيب شذا، يعني الآن أنت لو لاحظ كمية الضغط، كمية العساكر اللي بيملأوا الشوارع وبيهاجموا المصلين في المساجد، بتوريك حين صدها بالنقود صراحة الدولة، يعني صراحة كلها على الأمن على حساب الأشياء الأهم للمواطنين. شذا بالله، يعني ما هي طبيعة التغيير؟ وهل هذا التغيير يعني يعتمد على الحكومة أم يعتمد على القوة الشعبية الضاغطة على المحتجين، على القوة المعارضة في الداخل والخارج؟ حسب رؤيتنا بفتكر التغيير المطلوب واضح شديد، هو تغيير مؤسسي. إحنا بنطالب بتحول ديمقراطي حقيقي ومؤسسات للمحاسبية ومؤسسات للديمقراطية. بنطالب بأنه النظام الهسة موجود ده يسقط تماما، لأنه
الجمهور هسة في الشارع بيفتكر انه لا يمكن ابدا الحديث عن تغيير حقيقي طالما حكومه الانقاذ الوطني حتكون جزء منه. ده كلام واضح جدا والتغيير المؤسسي طيب ما له علاقه بالاحزاب. انتم تطالبون بهذا المعنى باسقاط النظام. بالضبط. طيب السؤال الاخر، هل لديكم القوه التي يعني تمكنكم من اسقاط النظام؟ يعني كل الشعوب تريد اسقاط الانظمه الفاسده والديكتاتوريه الى اخره، ولكن يعتمد على القوه على الارض. بالضبط كده. الهدى بيخلي الثقه للانتفاضه الجماهيريه. احنا في السودان عندنا تجربتين سبقنا الدول العربيه بعقود كبيره جدا في الستينات وفي الثمانينات، اسقط النظام وباقل الكلفه البشريه، ما كان في خسارات كبيره جدا، ما كان في قمع زي اللي هسه حاصل. احنا بنفتكر انه الجماهير اذا طلعت الشارع زي ما هو حاصل في السودان ممكن يحصل التغيير، بغض النظر عن ياتو لافته مرفوع تحت. انا متاكده انه بس بيفرق شنو بيفرق، انه الطريقه بتاع تعامل الحكومه مع هذا الجمهور السلمي طلع الشارع بطالب بمطالب محدده كلها تحت يافطه التحول الديمقراطي. انا افتكر انه طريقه تعامل الحكومه معه زي ما قالت الاخت عزاز بيحدد المسار بتاع التغيير ده، والاحتمالات مفتوحه، قد تحصل اي من التجارب اللي حصلت في المنطقه، قد يحصل تغيير سلمي، قد طيب. تحصل تجارب قمعيه. نعم. قد الانغاز لما كانت في وضع اقل سوءا وحرجه من الوضع اللي هسه فيه ولغت يدها في الدم بتاع المواطن السوداني. لما كانت في وضع اقل سوءا من الوضع اللي هسه كانت اشد بطشا على المواطنين السودانيين. طيب عزاز، يعني من خلال تعامل الحكومه حتى الان، وانتم الان تدخلون الاسبوع الثالث على هذه الاحتجاجات، ما هي يعني في تقديرك او ما هو مستقبل هذه الاحتجاجات المطالبه باسقاط النظام؟ وهذا مطلب كما يبدو وكما قالت هنا شذا انه مطلب اساسي لهذه الاحتجاجات، ولكن كم سيطول، كم سياخذ من وقت في تقديرك؟ قد تطول او تقصر، لكن الاحتجاجات ستظل متواصله بغض النظر عن ردود فعل الحكومه. ردود فعل الحكومه بالعكس كل ما لها في ازدياد، وافتكر انه علاقه الاحتجاجات بردود فعل الحكومه علاقه طرديه. كل ما زادت الحكومه من الضربه، وكل ما زادت من الاعتقالات، وكل ما زادت من لغتها الزاجره، وكل ما زادت من استخدام العنف مع المتظاهرين، كلما اتسعت رقعه الاحتجاجات. الاحتجاجات بدات في جامعه الخرطوم وانتقلت للاحياء، الان غطتها ما لا يقل عن 11 مدينه من بدايه الاحتجاجات. وستزيد اكثر، بالذات كون انها ارتبطت بالجمع، وبيكون انه الشرطه لا تتورع عن ضرر المصلين. الحكومه اسقطت اخر ورقه توت، اخر ادعاء لها بانها دوله اسلاميه، ما في انسان مسلم بيهاجم مصلين. نعم نعم، ولكن عزاز اليوم الرئيس البشير يتحدث عن دستور اسلامي خالص في السودان. وبماذا كان يحكمنا اذا؟ اتمنى ان نلقى اجابه، بماذا كان يحكمنا؟ على اي اساس قتل المئات؟ طبعا نحن ايضا اود التنويه هنا للمشاهدين اننا حاولنا استضافه يعني مشاركين من داخل السودان، ولكن من جانب المعارضين والناشطين هنالك مخاوف امنيه بالفعل للظهور ربما يعني صوت وصوره. شذا اليوم هنالك قضيه اخرى تتعلق بالتنظيم والتحشيد. إلى الآن في هذا الأسبوع الثالث كيف ترين استخدام السودانيين أو الشباب السودان لشبكات التواصل الاجتماعي؟ إلى أي مدى هم يستخدمون هذه الشبكات بفاعلية؟ أول حاجة أنا عايز أقولها أنه النظام الحالي ده مواجه لجيل جديد، جيل صح وتربى وترعرع تحت ظل حكومة الإنقاذ بكل مساوئة، لكن هو جيل مختلف تماما. الناس الشباب طلعوا هسه في المظاهرات عندهم القوة والحماس المفاجئ حتى لكثير جدا من المراقبين، متحركين بالطلاب ومتحركين بقطاعات جماهيريه كبيره جدا من الخريجين. احنا عندنا عطاله 40% من الخريجين بالمناسبه عطاله، فافتكر جزء كبير منهم اخذ الثوره كمشروع شخصي يجب انجازه. عندهم وسائل انترنت. احنا شعب فقير، لكن في 2008 الاحصائيات كانت بتقول انه في الوقت ده كان في 4 مليون مشترك في الانترنت. هسه انا بتوقع انه العدد ده يكون ضعيف، خاصه انه الاربع مليون ديل معظمهم في الشمال بعد انفصال الجنوب. فواحده من الحاجات الكويسه جدا انه في بنيه تحتيه للاتصالات كويسه جدا في السودان. الشعب السوداني هسه اللي بيتحرك في المظاهرات طيب. بيستخدم الانترنت، بيستخدم في الانترنت، فيستخدم الانترنت بشكل بيوثق للاحداث. نعم. اللي بيصنعها بنفسه وبيرسلها لوسائل. احنا ما محتاجين حتى للتلفزيون القومي ولا الراديو القومي. السؤال الاخير، الكلمه الاخيره لعزاز شامي. عزاز باختصار يعني نحن ننهي هذه الحلقه،
هل ستحسم الكنداكة السودانية في القرن 21 هذا الصراع وتحول السودان إلى دولة ديمقراطية باختصار؟ نعم سيحدث، إن لم يكن اليوم ففي يوم آخر، ومش بالضرورة يكون الجمعة. بس أبغى أوضح حاجة، اليوم ترد فعل من الحكومة أستاذ محمد على تسمية الجمعة بالكنداكة احتفاء بالمعتقلات بأمهات المعتقلات. اعتقلت ما لا يقل عن 40 امرأة اليوم في صلاة الجمعة، واعتقلت أم معتقل الأستاذة زينب بدر الدين. يعني ما في تحدي أكثر من كده، ما في تحدي اكثر من كذا. واتمنى ان لا تدرك الحكومه هذا الا في وقت متاخر، لان كل ما صعدت من العنف واستخدام العنف مع المتظاهرين كلما قربت من نهايتها. اذا تقولين انه اليوم الجمعه التي اسميت بجمعه الكنداكه يعني تقديرا لدور المراه السودانيه تاريخيا وحاليا، اعتقلت 40 امرأة، وهنالك ايضا اعتقلت زينب بدر الدين وهي ام معتقل وابنتها بالمناسبة الاستاذة المحامية ولاء وهي ناشطة وكانت رئيسة الاتحاد يعني تخطب، وانت قلتي وانت يعني قلتي دكتورة شذا قلتي ان هنالك 43 امرأة جلدنا في السودان تحت قانون النظام العام. طيب شكرا جزيلا لشذا بلا الناشطة السياسية السودانية، كما اشكر ضيفتي عبر الهاتف عزاز شامي ناشطة من حركة جريفنا. مشاهدينا الكرام انتهى وقت هذه الحلقة، لكن العلاقة مع دائما لا تنتهي، تابعونا على الفيسبوك facebook.com/anddemocracy وعبر تويتر twitter.com/anddemocracy، ايضا تابعوني عبر حسابي الشخصي على تويتر @amalyahyai، واكتبوا الينا عبر بريد البرنامج الالكتروني anddemocracy@alhurra.com. ختاما تقبل وتحيات فريق البرنامج وتحيات محمد اليحيائي، الى اللقاء. عشرات والاف المرات اذا كان ده